قبل كم يوم نزلت مقطع للعبة فري فاير. مثل ما شفتوا يا اساطير، سيد رجع مرة ثانية ينزل على لعبة فري فاير. صراحة انا شفت الفيديو القديم وشفته صراحة اسطوري وفجرت عليه من الضحك، فمرة ثانية رجع ولعب لعبة فري فاير، فخلونا نشوف ايش سوى ايش سوى سيد في هذا الجيم. واكتشفت اني شخص جدا محترف وفزت بكل سهولة في المقطع اللي طاف. دقيقة بالأول يا شباب، خلونا نشوف المقطع اللي طاف وش اللي موجود في هذا المقطع. القناص فوق ما هو يلعب كلاسيك كالهاري وماسك السنايبر، مختار شخصية الشجرة وبيصرخ القناص. خلونا نرجع على الفيديو الجديد بيكون أحسن. انتوا عارفين سيد نوب اليوم راح تتحول لسيد المحترف إن شاء الله. مثل ما أنتم شايفين سيد كاتب على اسمه سيد النوب، ولكن راح يبرهن للعالم إنه سيد الأسطورة، السيد الخنفوشاري، السيد الإدراماتيكي. خلونا نشوف إيش راح يصير يا شباب. لازم اليوم تسوي تحد عبارة عن أول سلاح أذبح فيه أكمل فيه الجيم. خلوني أفهمكم القصة ايه صار مع سيد. سيد لعب جيم كلاسيك في كالهاري، فوق ما انه الجيم كان كله بوتات وفاز في الجيم بكل سهولة، فقرر انه يساوي تحدي، اول سلاح يقتل فيه يكمل فيه الجيم من البداية الى النهاية. صحيح ان التحدي راح يكون في البوتات، ولكن يمكن سيد ما يعرف الفرق بين الرانكت وبين الكلاسيك. ستارت للجيم، ستارت للفوز، ستارت للدع. يا خرافي، هذا بادي الجيم بكل حماس يهدد الاعداء من الحين. خلونا نشوف ايش راح يصير يا شباب. انا بننزل في مدينة اسمها بيك، الظاهر هذه فيك عبارة عن بوشينك حقهم. دقيقة يا شباب، صاحبنا بلش يغلط علينا، فوق ما انه قال مدينة بيك وحسسني انه رايح للكنتاكي او يتسطح على الشاطئ، قال يمكن هذه البوشنكي مالهم. ايش تقصد يا سيد؟ قبل لا تلعب فري فاير كان واجب عليك انك ترجع لكتب التاريخ، تقرأ عن الاشياء اللي سويناها، تقرأ عن الاجداد اللي ماتوا في هذه المنطقة الخنفشارية. اخر شيء تجينا وتقول اعتقد ان منطقة البوشنكي مالهم. لا تستصغرنا يا سيد، ولا راح نسوي حملة. عاد ما شاء الله مال فري فاير جاهزين للحملات. الله نزلنا ليتس جو، لازم على طول من البدايه اروح احاول القى لي سلاح، القى لي شيء يخليني افوز في الجيم هذا. اوكي اجيب شنطه يعني ممكن نحارب فيها في بعض الاوقات. شنطه وفوق هذا كله بيستخدمها للحرب. صراحه من قال هذه الجمله الخنفوشاريه اللي سطرها التاريخ اعطيته عذر ليش سمى البيك بوشنكي. خلونا نكمل، هذا تقريبا جايب العيد في كل الفيديو. عندي شوت جن، عطني رصاص. يلا ما علينا نمشي موضوعنا، كمل. جيب هذا شنو. اوكي طبعا لازم ما ننسى يا شباب التحدي، اول سلاح اذبح فيه خلاص هو سلاحي للابد. يا رب القى لي سلاح جيد، ابي سلاح غير الاسلحه اللي موجوده عندي. حصلت خوذه، كمل. اوكي هذا جيب الاي كي. اوكي الاي كي ممكن يكون سلاح ممتاز حق نكمل فيه الجيم. وين القايرش؟ هني. بسرعة. وينه؟ هذا هو؟ حبيبي! أي دقيقة، خلاص هات سلاحنا، في واحد رشاني. نط. ادخل! شفت. ركض. اي غلب حبيبي، هنا الاحتراف. صراحة يا شباب، فوق ما انه مبتدئ في اللعبة ومنزل اللعبة جديد، صراحة ادهشني قتل سكواد معرق. خلونا نشوف ايش راح يصير. جيب اغراضك. اسألكم يا شباب، بالله انا اشوف ولا ما اشوف؟ هل الخصم ضرب سيد؟ انا ما اشوف دمه ينقص. ليش يا سيد اللي قدامك بوت؟ اللي قدامك بوت، يعني لو توقف قدامك كذا وجه بوجه يمكن تقريبا القرن القادم يقتلك. هدي اعصابك. جيد
بداية قوية. طبعا ما فتشتهم كلهم، فخلنا نفتش هذا. وانا اعتقد ان في احد بعد، في احد غير. الرصاص اللي عندي بس 30 و27 طلقة، يعني ما يكفون نهائيا. في احد رشيني، في احد رشيني، في احد رشيني. هذا مات، واحد ثاني هنا. كم واحد، كم واحد؟ لا 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 لا. رصاص 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 رصاص، تكفون 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 تكفون. رصاص اي كي، تكفون رصاص اي كي. 20 طلقة زيادة بس قليل. هيا كم واحد ذبحتني؟ ذبحت أكثر، ذبحت أكثر. يلا بعفي. المهم في واحد، في واحد. اي 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 اي. حرك يا أخي، ايش فيك؟ وقف حرك. هذا هو حبيبي، بسرعة تكفر. صراحة يا شباب، من اشتغلت الموسيقى الحماسية وشفت سيد بيصرخ بأعلى صوت أي قلت أكيد أنه بيدمر العالم، ولكن اكتشفت أنه لا زال الخصم بود. ويا سيد، على فكرة أنت لو تركت الماوس ولو تركت هذا الجوال اللي في إيدك، آدم لحاله بيلعب هذا اللعب. يعني أنت لما تنزل لعبة فري فاير، آدم لحاله بيشتغل. وعلى فكرة ما حدا يشوفك، لأنه شخصية آدم بتغير لون، تقول حرباء، بيغير اللون من الأسود إلى الأبيض. خلونا نشوف سيدة إيش راح يساوي يا شباب. تكفى 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 تكفى. رصاص إيكي يا شباب، ما يصير، قليل بعد الرصاص. كيف أكمل جيم بالرصاص إيكي؟ أوكي أوكي، حلو حلو حلو. 30 طلقة. هني المفروض في أحد داخل البيت. رصاص أوكي. خذ لك خذ لك خذ لك خذ لك خذ لك خذ لك. اوكي ذبحنا انس، بسرعه بسرعه. رصاص، ما في رصاص اي كي. ليش ليش معاناه مع رصاص الاي كي؟ والله احس اني غلطان، ذبحت بالاي كي. المفروض ما ذبحها بالاي كي. اتوقع ذبح له واحد، ذبح له واحد. خلينا نروح نشوف الجثه اللي هناك قبل ما اروح. حركات الاحتراف هذه اللي تسويها. اوكي حلو 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 حلو. يا شباب شفتوا؟ لا انا شفته السيد قاعد يلوت ويدور، يسوي حركات المحترفين عشان يتفادى الهيد شوت من الخصم. صدقوني هذا لو كمل اسبوع واحد راح يكون احرف واحد في سيرفر الشرق الاوسط، والاسبوع الثاني يمكن يكون احرف واحد في لعبه فري فاير بالكامل. استمر يا سيد، صراحه بديت تتعلم بسرعه خرافيه وخنفشاريه. حلو 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 حلو. عندنا شوي، عندنا شوي بيفيدني. هذا يقول حالبوت علوبي. الحين السؤال يا شباب، لأن سيد صراحة عقدني، الحين هذا البوت إذا طلع من الجيم يصير يساوي سكواد ويضيف أصحابه ويقولهم لقد قتلني سيد البلاكة، أخاف أن يرسل علي فضيحة في اليوتيوب، أخاف أصحابي أن يغيظون ويقول لقتلك سيد. سؤال يا شباب، الحين هذا البوت صحيح أنه لما بيطلع من هنا بيروح يكلم أصحابه أنه قتله سيد؟ والسؤال الثاني، هل البوتات بيشحنوا في اللعبة؟ وهل البوتات بيتمنوا ان الوك ينزل مجانا؟ صراحة يعني السيد قال هذه الجملة وفتح لي الف باب والف سؤال. جاوبوني يا شباب، الحين هذا البوتات اللي في اللعبة نفسنا نحن بالضبط يعني؟ اخ يا سيد اخ. عندنا شيء زين يا رب، عندنا شيء زين. رصاص 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 رصاص. حلو حلو ضبطني. هيد شوت، يسموني انا ملك الهيد شوت. صحيح انه سيد بيلعب مع اقوى اللاعبين في سيرفر الشرق الاوسط، لا تقريبا هذا الروم، ويضم هذا الروم اقوى اللاعبين في اللعبه بالكامل. ولكن يا سيد على فكره، هذا ادم اللي ساعدك انك تجيب هيد شوت، ولكن كلمني من هذا اللي قال انك انت ملك الهيد شوت؟ يا اخي خله يجيب الورقه عشان اوقع عليها، لانك انت صحيح ملك الهيد شوت وملك الاحتراف، ولكن الورقه لازم انا اوقعها يا حبيب الكل. ما يصير تصير ملك الهيد شوت وملك الاحتراف الا لازم تمر الورقه على الدخان ويوافق عليها. مستحيل يعني، لازم مصداقيه في الموضوع يا سيد. احتراف احتراف احتراف. كمل كمل، باقي في الجيم 9 اشخاص بس. يا رب يا رب. رصاص 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 حق كل شيء الا سلاح الاي كي. وهذا ايه عندي؟
اللي بعده سون اللي بعده. كفو يا سيد، كفو يا أسطورة الزمان، شوف كيف جبها له صراحة. راح أعلق لك شوف كيف جبها له على طريقة التيكي تاكا والباليستيشن، حطها له أهم شيء الثقة. وش قال له؟ اللي بعده، خلونا نشوف اللي بعده وش راح يصير للي بعده. زول اللي بعده يا رب عندي، لا زول اللي بعده مو عندي. الحين خلني اروح اوجه اروح للزون على طول، والله ما ادري. وحجه 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 بسرعه. يا سيد الايم 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 الايم، فجاه ايمي ضرب فجاه. احتمال في احد اني قاعد ينتظر. يب في واحد. خلاص سيد. اوكي تعال خذ لك. اوكي ذبحنا. اي 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 اللي وراي اللي وراي اللي وراي اللي وراي اللي وراي اللي وراي. باقي من؟ باقي واحد. انقلع يا حبيبي انقلع، ما في مسحني انا، انا ملك فري فاير. كفو. طبعا يا سادة الكرام، كذا السيد يعتبر اول لاعب يفوز في هذا التحدي وما ينقص دمه من ال 150 150 او 180. يعني ما شاء الله صراحة لاعب خنفوشاري. وسيد قال انه هو يلعب مع بوتات لانه هو كذا ولا كذا بوت. ايش هالتواضع يا سيد؟ يعني انت بتعرف انك داخل مع اقوى اللاعبين في هذه اللعبة، ولكن من تواضعك قلت هذا الكلام الخنفوشاري. المهم يا سادة الكرام، كذا سيد فاز في هذا الجيم، ولكن لعب مرة ثانية وللأسف قتله هاكر. خلونا نشوف كيف مات من الهاكر. اي لا هيدشوت. يلا اطلق، ما يطلق سلاحي. ريلود 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 حبيب، السلاح معلق. ايش صاير؟ الو معلق الوضع عندي. ايش صاير؟ ها ايش صاير؟ ايش صاير؟ ايش فيه معلق؟ ايش فيه معلق؟ والله قهر معلق كان. ذبح ثمانية وشكل اللي ضدي هكر اللعبة وخلاني ما اقدر الف. ما راح ازعل ما راح ازعل، فزت قبل شوي والمركز الثاني الحين مقبول الحمد لله. صراحة من الاحتراف اللي شفته ومن التواضع اللي شفته لهذا اللاعب، فوق ما قتله هكر وما خلاه يمشي قال ما راح ازعل. كفو عليك يا سيد. المهم يا سادة الكرام، أتمنى تفاعلكم في هذا الفيديو، حطوا لايك على هذا الفيديو وشاركوا هذا الفيديو في كل مكان. وإذا حاب تتابعني في الانستغرام، رابط انستغرامي تحت في صندوق الوصف. وكان محادثكم دخان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.